أهلا، مساء الخير. أولا في الفيديو سبق وهنأت المرأة الجزائرية فقط، لكن اليوم أريد تهنئة المرأة العربية والمرأة الفلسطينية على وجه الخصوص. ثانيا، الفكرة كانت جاءتني مستوحاة من الشعب الجزائري، هو معروف بالكرم والجود، وأنا بنت الشعب، يعني مش أول مرة أنا متعودة نجول في شوارع الجزائر ونقدم هدايا في كل مناسبة. طيب، هذا ما فعلته لاقى استحسان الكثيرين، ولكن أيضا هناك من انتقد بعض اللقطات، خصوصا وأنت توزعين المال على النساء، وقالوا إن فيها إهانة للمرأة الجزائرية، والبعض أيضا قال إن من يريد الإحسان ربما لا يستعرض بهذه الطريقة، فما ردك على ذلك؟ أولا، لم يكن إهانة أبدا، بل كان تشجيعا للمرأة الجزائرية أولا. ثانيا، لم نوزع الأموال فقط، بل وزعنا الكثير من الهدايا، وكان يعني أغلبية الرسائل أو التعليقات إيجابية، وإحنا نتقبل كل ما هو تعليق بناء وتعليق إيجابي فقط. نعم، شكرا جزيلا لك مايا على وجودك اليوم معنا في تريندينج، وكل عام وأنت بخير أيضا بمناسبة يوم المرأة العالمي.